اللي هو المرجان فيما اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. لازلنا نقرأ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. أخرجه الإمام البخاري في كتاب العمل في الصلاة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، وقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي، فقال: إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. أخرجه البخاري. باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده خاسها. أخرجه البخاري. هذا والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان قبل ذلك. كانوا في أول الإسلام يتكلم الإنسان بحاجته في الصلاة، فيرد السلام على من يسلم عليه، يرده كلاما ولا يرده إشارة، وكان الشخص يأتي مسبوخا فيقول للمصلين: كم صليتم؟ فيقول: مثلا صلينا ركعة وصلينا ركعتين. حديث ابن مسعود بأنه جاء يسلم على النبي بعدما الحبشة يقول فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة قال له: إن في الصلاة لشغلا، يعني خلاص من كان في الصلاة يأتي. ونزل قول الله تبارك وتعالى: وقوموا لله قانتين، وقانتين بمعنى أيضا ساكتين وصامتين عن الكلام خارج الصلاة، فمنع الكلام خارج الصلاة. حديث عبد الله أن النبي أرسله في حاجة ثم لما جاء وسلم سلم على النبي فلم يرد عليه، فأخذ في نفسه أن الرسول ما رد عليه السلام، ثم بعد ذلك سلم عليه فلم يرد عليه، ثم بعد ذلك لما سلم بعد أن انتهى من الصلاة رد عليه وأخبره بعد ذلك أن يعني أن كان في الصلاة فهو في شغل بها ولا يرد السلام. فكل ما كان بعد ذلك، يعني كل ما كان من الكلام هذا كله نسخ، دل على أنه كان الأول مباحا ثم نسخ بعد ذلك، وأصبح من دخل في الصلاة فإنه لا يجوز له أن يتكلم. الحديث عبد الله أن النبي كان في صلاة نافلة وهو على ناقته ولم يرد عليه إلا بعد أن انتهى من صلاته، فكذلك تدل على أن يعني حتى صلاة النافلة لا يرد فيها. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد إذا كان في الصلاة وسلم عليه أحد، كان يرد بيده بأن يبسط يده يعني بسطا ويجعل
باطن يده إلى الأرض، فيكون هذا بمثابة رد السلام، فيردها يعني إشارة ولا يردها كلاما صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث جواز لعن الشيطان، حديث لعن الشيطان. قال النبي إن عفريتا من الجن تفلت علي البالة، وما تفلت افتك على النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أن يخطى علي صلاته، ويبدو أن هذا كان في صلاة الليل، وهذا غير مرة الإبليس. في الحديث البخاري أن إبليس جاء والنبي أيضا في الصلاة وأراد أن يخطى عليه صلاته، وأتى بشعبة من نار يضع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. على حديث تفلت عليه الليل، الرسول قال تفلت علي عفريت، والعفريت هو الصغير من الجن والمتشيطن، فأخذته فخنقته، وأردت أن أربطه في يعني أمسكه على صورته، وأرد أن يربطه في سالة المسجد. قال فذكرت دعوة أخي سليمان، وكان قد دعا الله سليمان، دعا الله تبارك وتعالى، قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، إنك أنت الوهاب. فمن ملك سليمان الذي أعطاه الله إياه أن سخر له الشياطين، مش يعني مؤمن الجن، لا، مردة الجن وشياطينهم، وكان يسجنهم ويقيمهم في الأعمال، وكما قال الله له فمن أوامسك بغير حساب، وقال يعملون له ما يشاء محارب وتماثيل وجثان كالجواب وخدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا. فكان مسلط عليهم سليمان، وطبعا بعد سليمان الله ما أعطى هذا الملك لأحد من الناس أن يجعل الشياطين في خدمته. فالشاهد أن النبي قال ذكرت دعوة أخي سليمان ففككته، فتركه ولم يربطه بسارية، ليكون هذا كنوع من رؤية المسلمين له، ونوع من يعني القهر بهذا العفريت الذي جاء وتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تركه لهذا الأمر صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. في سؤال في هذا عشان نجي الموضوع الثاني. تفضل. طيب ما في سؤال. النار بركات، وبعضها أشد من بعض. ذكر الله تبارك وتعالى أن هناك ثلاث أصناف جعل الله لهم أشد العذاب، فمن هم هؤلاء الثلاثة؟ ثلاثة الأصناف الذين يعذبهم الله أشد عذاب من كل أحد. ممكن الواحد يجاوب بواحدة؟ بواحدة؟ لا ودليل؟ لا بس لا بس تفضل. هذه واسطة حق عبد الله. المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. نعم الألواح. بعد في ثانية عندك؟ نسمح له ثانية ولا غيره؟ نسمح له ثانية. تفضل شان السمك. الذين يصورون الصور، هذا في الرسل الحديث نبي القرآن. نعم يعني هذا من ضمن شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذا في الحديث غير القرآن. ما قلت انت القرآن. تفضل شيخ. آل فرعون. آل فرعون. يوم القيامة تقول ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم هذا الثاني. الثالث. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا. طيب هذول في النار يعني، لكن أشد العذاب. أبو محمد لازم باللفظ أشد العذاب. لازم بالنص يا حبيبي. فهلوة يعني ماشي أقول آية لا فهلوة من الفعل يقول عنها الشيخ اسمه النسبي رحمه الله أشد يعني شد على
على أهل النار. إيش؟ اللي هي إن أولو. إن للطاغين مآبا لابثين فيها أحقاب. لا يذوقون فيها برد ولا شراب إلا حيو جزاء وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. كل أهل النار هذول. هو يريد الأشد. الطاغين أشد عذاب. الأشد. أشد. شيخنا. تفضل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. هذا عذاب الله سبحانه وتعالى للكل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد يعني لا يعذب أحد يعني أعداءه كما يعذب الله أعداءه. ولا يوثق وثاقه أحد يعني لا أحد يوثق أعداءه بالأنكال والخيود مثل ما الله تبارك وتعالى يفعل في أعدائه. نعم. هذه الآية يقول أعدوه يقول عبد الله ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. مين؟ منهم؟ منهم من قطيت على صخر يا دكتور. قطيت على صخر. لا والله إي والله اللي قبلها شنو؟ أتمنى ببعض كتابة تكفرون بعض وما جزاء من قبل ذلك منكم تركز من حياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد. هتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض. من يهود؟ فما جزاء من يفعل من ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نعم. من منهم اليهود؟ هم هذول الذين نعم بدهم متلونين يعني؟ متلونين بين الإيمان و نعم. طيب غيره؟ والنار جهنم شد حرا لو كان يفلحون. سورة التوبة. نعم أرجع أنما شد حرا من حر الدنيا. طيب تفضل شيخ. أقول أنا كمل ها هو يكمل الإجابة. تفضل. إن بطش ربك ها في أحد هنا يتكلم إن بطش ربك لشديد. على محمد يتكلم على كيف محمد لا تتكلم على كيف لا هذا شيء عام شيء خاص خلاص تفضل شيخ. الذي يكفر من اهل المائده ايوه ربنا قال لاصحاب المائده قال اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. بس ما فيش فيها أشد العذاب برضه. فتوعد الله الكافر من الذين طلبوا المائدة إنه اللي يكفر منهم سيعذبه الله عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. طيب. نسأل الله العفو والعافية. آمين. طيب في سؤال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى النبي قال إن يكن منكم يعني محدثون فعمر ومعنى محدث يعني الملك يكلمه بالكلمة يسمع كلمة من الملك ما يعرف ما يشوف الملك ما يدي ما يدي لأن هذا يعني اتصال الملك بإنسان هذا من النبوة لكن هذا محدث وكان كما قال النبي كان من قبلكم محدثون كثير فيكن أحد يعني من أمتي فعمر وعمر كان ملهم ووافقه الله في أمور كثيرة اقترحها وجاء القرآن بموافقته عاوزين نجيب الأشياء التي وافق عمر فيها الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يقترح الأمر وينزل فيه القرآن يوافق واحدة واحدة طيب عندك قزوة بدو أيوة في أسرى بدو في أسرى بدو لما قال أنت نقتلهم
وكان أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر يرى أنهم من يعني هم أهلنا وكذا نفديهم نأخذ الفدية نزلت وعمر وحده قال نقتلهم نزلت الآية توافق ما رأي كلامه عمر نزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم وقال النبي لو جاءت العذاب قد أريد عذابكم دون هذه الشجرة ولو جاء العذاب ما نجا منه غير عمر رضي الله تعالى طيب هذه واحدة الثانية الخمر الخمر نزلت تحريم الخمر نعم كان بعد أن نزل الآية الثانية والثالثة في الخمر كان يقول اللهم بين لنا في الخمر اللهم بين لنا في الخمر فنزل قول الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رب فجاء التحريم القاطع حجاب النساء النبي ايوه أما بعد نزلت قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على اساس ان نسائك يدخل عليهم قال النبي نساءك يدخل عليهن البر والفاجر وقال يا رسول الله احجب نسائك فنزل قول الله تبارك وتعالى تصديق لرأي عمر رضي الله تعالى عنه أنا لغيت من اليوم هذا مع الشباب يعني اليوم نستقبل جوائز اليوم نستقبل جوائز كلها أنا عن الاثنين أنا منها واحدة علمني عنها أنا ليش أنت الآن كمقام إبراهيم أفلا نتخذ مقام إبراهيم ومصلى صح لا أفلا نتخذ مقام إبراهيم ومصلى صح طيب أبو هاشم قال واحدة أخرى قال يا رسول الله لا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فجاء قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فكان هذا باقتراح عمر رضي الله تعالى عنه أيضا شيخ الاستئذان ها؟ الاستئذان استئذان الأولاد استئذان الأولاد يستأذنكم الذين أضربوا الحلم منكم ثلاث مرات هل كان هذا برأي عمر؟ أنا عاوزين اللي كان يكون ادخل على جوجل الصمت أحسن عشان محمود أبو محمد عبد الرحيم في عندك شيء؟ كان عارفهم من الثلاثة بس أبو أحمد استعجل خطور يعني عاوزين سؤال له مخصوص أبو سعد يقول في من الصحابة غير عمر ملهم أو في العصور أو ما بعد الصحابة يعني من جاء يعني طبعا بعد الصحابة ظهرت عليه كلامات يعني سعد كأسيد بن حضير اللي رأى الملائكة تنزلت وهو يصلي شاف الملائكة مثل الظلة وقال يا رسول الله خشيت أن لا يحيى وكان بعضهم يسمع الكلمة زي عمران بن حسين كان يسمع يعني يقول ثم اكتويت فلما أدرى بعد ما اكتوى نعم هذا عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه وسعد بن معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه يعمل ايه لما حكم في الاحزاب والنبي عليه الصلاه والسلام قال له لقد حكمت فيهم هذا وافق اجتهاده وحكمه حكم الله سبحانه وتعالى قال له النبي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرجاء أيوة. في سؤال يا شيخ بس بالنسبة للسلام يعني للسلام معلش الجه متأخر شوية يعني أنت حضرتك قلت وكان يردها
بالتأنيث. وربنا يقول في القرآن إيه؟ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يعني ابنح لإيه؟ مؤنث ولا مذكر السلام يعني السلم؟ إيش دخلها هذا بالسلام؟ لا أنا عاوز أسأل، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فاجنح لإيه؟ جنحوا للسلم اللي هو السلم يعني اللي هو يخاف الحرب مع المسلمين. وجنحوا يعني ماله؟ مأخوذ من ماذا قال يعني يقول ماذا قال استخدم الضمير لها أنث نعم ما قالش له ليه ما قالش له يجنح لها يعني للسلم ايوه لماذا قال لها يعني لها لأن هي المصالحة والمهادلة المقصود بها المصالحة المقصود المصالحة والمهادلة ايوه نعم لما يجيش مجنح له إنه يجنح لها يعني لمصالحتهم ومهادنتهم.